وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يسهم وبقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم. التعديل اللي احنا كنا بنعدله هي عبارة عن مادتين، مادة بنحدد أن يكون للصندوق مدير تنفيذي وحددنا مواصفاته، وده بيتم يعني تعيينه وإعفائه عن طريق رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس مجلس إدارة الصندوق. ثم في المادة اللي بعد كده حطينا ما هي اختصاصات المدير التنفيذي. المدير التنفيذي هو المعني بإدارة العملية اليومية للصندوق، تنمية موارد الصندوق، المشاركة في وضع الاستراتيجيات الصندوق. هل القانون ده بيعطي ثماره أو لا؟ دايما يعني خلينا متفقين ان كل النصوص التشريعية لازم ليها من ادوات تنفيذية على الارض علشان تكون فعالة وبناءة، ويمكن هو ده اللي تم النهاردة في التعديلات المقترحة من السيد يعني رئيس مجلس الوزراء، ان يكون له قرار بتعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف علشان نقدر ان احنا فعلا نحتك باهلنا من ذوي الاعاقة ونقدر ندعمهم بشكل اكبر تأثيرا وبشكل حقيقي اكتر. الصندوق كان لابد من وجود مدير تنفيذي لهذا الصندوق عشان يقدر يسهل ويصير كل المشاكل اللي موجودة في الصندوق لخدمة الإخوة ذوي الإعاقة. الصندوق ده كان مدعم بمليار جنيه، المليار جنيه دي كانت من جهات مختلفة. طالبنا النهاردة، أنا في كلمتي اللي قلتها في الجلسة طالبت إن احنا نخصص جزء من المليار جنيه لحل مشاكل كتيرة، وإن يكون في تعاون بين صندوق قادرون باختلاف والحكومة عشان نقدر مثلا أول مشاكل اللي بتقابل الإخوة ذوي الإعاقة عدم تفعيل 5%. على مدير الصندوق التنفيذي اللي هو هيراجع أو يضع خطة بالفعل، خطة دعم لكافة المجالات المتطلبات اللي هم يطالبها اللي هم إخواتنا أو أبنائنا العاملين بالاختلاف. طرحنا بوجود وزير القوى العاملة اليوم العديد من التساؤلات، ليه لم يفعل الدستور أو القانون الخاص بالـ5%.